بالنسبه للاغنيه المونديالتو كانت الفكره اكيد عندما احس شباب مدينه طنجه بالفخر. اكيد طنجه اليوم في قلب حدث عالمي والمغرب الان هو في قلب حدث عالمي وهو المونديالتو. كانت الفكره لا بد ان نساهم ولو بالنظر اليسير في انجاح هذا الحدث، وكما يعلم الجميع بان الاحداث الرياضيه او التجمعات الرياضيه الكبرى لا تنجح فقط بالبنيه التحتيه وبالمرافق، كذلك بالفعاليات المختلفه المحيطه بهذه الأنشطة، من بينها كذلك ما هو فني وما هو ثقافي. نحن في كرة الميراج ارتأينا أن ننتج وأن ننجز هذا العمل الغنائي من أجل أن نساهم، من أجل أن يساهم صوت طنجة الإبداعي وصوت شباب المغرب في أن يصل إلى العالم، وأن نرحب بالمغرب وأن نحاول على قدر المستطاع أن نساهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي. العمل اليوم بدأ يصل إلى أذان المغاربة عامة. أكيد لو أن هذا العمل قد سجل بشكل احترافي وقد منحت له الإمكانيات المادية من طرف المسؤولين عن القطاع الفني بالمدينة لاستطعنا أن نوصل صوت طنجة الفني بشكل مختلف إلى العالم من خلال أغنية المونديالتو. ونحن في كرة الميراج أذرعنا مفتوحة للجميع من أجل أن نمنح الإضافة للمشهد الثقافي والفني الغنائي لمدينة طنجة وللمغرب قاطبة. بالنسبة لأغنية المونديالتو هو عمل قدمه شباب مدينة طنجة من خلال كورال ميراج الواعد قيادة الفنان وليد المرشد، وهو من ألحان عبد ربه أنور حمدان ومن كلمات الشاعر المبدع بلال الدواس. العمل المونديالتو هو ترسيخ لهوية مدينة طنجة. مدينة طنجة هي مدينة اللقاءات، مدينة التسامح، مدينة الثقافات المتنوعة، مدينة مفتوحة على ثقافات متنوعة، وبالتالي فالأغنية المونديالتو هي رسخت لهذا المفهوم. ومن خلال هذا العمل نحن نرحب بجميع ضيوف المملكة من خلال هذا الحدث الرياضي المهم ألا وهو كأس العالم للأندية الذي احتضنته المملكة المغربية. بالنسبة للكرة الميراج كيضم 37 صوت و 98 ديال الموسيقيين اللي كيكونوا دائما حاضرين معنا في التدريب ديالنا وفي لي بالونس اللي كنخدموهم على جميع الأغاني. وبالنسبة للأعمال المستقبلية يعني العدد دائما كيكون حاضر وكاملين من مدينة طنجة، ولا حتى اللي مقيمين في مدينه طنجه هما من مدن اخرى يعني حتى هما كنرحبوا بهم في الكورال. طبعا كان واحد الحماس اللي هو كبير، حنا اصلا حاولنا اننا نقدموا على شكل الالتراس كما كنشوفوا في الملاعب، يعني بديك الحماس بديك الشكل بديك في الفيديو مثلا ملي غتشوفوا في الفيديو كلبسوا لي توني ديال الكره الرايه ديال المغرب، يعني قدمناها بداك الشكل الكروي يعني ماشي داك الشكل اللي هو يعني غير واقفين وكنأديو اغنيه بطريقه عاديه فقط بكل روح وطنيه يعني. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.